الراديو 90 90، هواها مصر. خمسة صيانة بقى. آخر كلام يا جماعة في الموضوع ده، انتوا كلكم قلتوا رأيكم وانا من حقي اقول رأيي بقى. انا رأيي حاجة واحدة بس، انه لما حد بيسيب من الآخر بيبقى يعني خلاص، يعني لما بيسيب يبقى مش فارق معاه. يعني دايما يقولك عايز تستغنى اغنى، حاجة كده يعني كنت بسمعها بس مش عارفة اقولها دلوقتي، مش جاية على بالي، بس عايز تغنى استغنى، يعني عايز تبقى اعلى ارملهم حاجتهم وامشي من الاخر. طالما انت قررت انك تسيب ما تبقاش باقي على حاجة، عيب قوي يعني، مش هتبقى حاجة حلال عليك، مش هتبقى حاجة حلوة. وخلي بالك ما بيخافش من الدعوة الا الظالم. يعني بشوف ناس لما ما تدعيش عليا وبتاع، طب ماشي ما تدعيش عليا، انت خايف من ايه؟ انا بقول لك ادعي عليا، لو ليك حق هتاخده، بس انا لو حد بيدعي عليا وانا ظالمه انا اجري وراه ايام، ما تدعيش عليا عشان انا ممكن اكون فعلا ظلمتك، او حتى لو انا مش واخده بالي. بيسامح في اي حاجه الا حق العبد. ما تاخدش من حد حاجه مش من حقك، مش من حقك. وجات مسج انا قريتها من شويه في اول الحلقه، بيقول لك انه انا خدت مني الشبكه واتجوزت واتطلقت، وانا اتجوزت ومراتي حامل ما شاء الله، اللهم لا شماته، بس مش هيبارك في حاجه غلط ابدا. مش انت بقى اللي هتيجي تتغير قوانين الطبيعه، هي كده قررت انك تسيب، سيب كل حاجه، لكن تاخد حاجه تانية او تحاول تلعب بقى بالكلام، واصل انت اللي سايبنا، اصل مش عارف ايه، تطلع في الاخر بتعرف واحد تاني، حاجه من دي عيب قوي، مش هتبقى حلال عليك. باي باي، بشكركم جدا، استنوني يوم الثلاثاء الجاي. وقلت النهارده نعملها تويست، بدل ما اجيب لك اغنيه ليها علاقه بالموضوع، لا حلال عليك.